بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. سلام ونعمه ومحبه رب المجد يسوع معاكم ايها الاحباء المباركين. لعل رسالتنا اليوم رساله غريبه شويه، او بالاصح هي قصه وليست مجرد رساله في ايات، ولكن قصه تحمل في داخلها رسالة حية لكل نفس مننا. الرسالة دي أحبائي أو القصة دي مبنية على رسائلنا الماضية. يوم الأحد اتكلمنا وقلنا اوعى تنكره، اوعى تنكر مسيحك، وامبارح اتكلمنا عن انه هياخد مين ويسيب مين. ما فيش حد يضمن في هل هيكون دي في اواخر الزمان زي ما شفنا في سألوا السيد المسيح فاجابوا وقالوا له اين يا رب، امتى الكلام دي. رسالتنا النهاردة يا احبائي ما اوعى تضمن، او بالاصح مين يضمن، مين يضمن، مين يضمن يوم واحد في حياته، مين يضمن ساعة واحدة في حياته، غير ان احنا بنقول له ادينا ساعة ترضي صلاحه. في يوم من الايام احد الرجال كان غني جدا وسمع عن المسيح له المجد وآمن واعتمد، وكان انسان كبير واخذ هذه البركة وتناول من جسد المسيح ودمه من سر الافخارستية. ابتدت حياته تمتلئ بأفراح برغم أن كان إنه إنسان غني وعنده كثير من المال، لكن عمره ما شعر بهذا الفرح في حياته زي ما شعره بوجود المسيح في حياته وأخذوا جسد سر الإفخارستية وجسد ودم المسيح والتناول. ابتدت حياته تأخذ بركات أكتر، ومش بركات مال، لا، ده اخ ابتدى ياخد بركات فضائل كثيرة ابتدت تظهر في حياته من خلال وجود المسيح في حياته. اهله وعشيرته وزي ما بيقول الكتاب المقدس اعداء الانسان اهل بيته قاموا عليه وحاولوا ان هم يقتلوه عشان ينهبوه، او بالاصح اكتر كمان عشان يبعدوه من الطريق دي بتاع المسيح. ما قدروش، عملوا ايه؟ وضعوه في السجن، بلوا عليه وضعوه في السجن. واقترح بعض محبيه انه عليه، قالوا له كده طيب اعمل حاجه، قال لهم ايه؟ قالوا له كده انكر المسيح ولو بس لمده شهر. ليه ده؟ قالوا له على الاقل عشان تطلع من السجن وتبيع الممتلكات بتاعتك اللي عندك دي وتوزعها على الكنائس والفقراء ما دام انت عايز تعمل خير عشان يستفيدوا منها، وبعد كده ارجع واعلن ايمانك بالمسيح مره اخرى وليكون ما يكون بعد كده، سواء حطوك في سجن سواء قتلوك ايا كان. مشوره صعبه ومشهورة، مش عايز أقول مشهورة خايفين عليه، لكن للأسف هي مشهورة شريرة، مشهورة شيطانية. انكر المسيح ولو لمدة شهر، مش انت عايز تعمل خير، مش انت عايز توزع الممتلكات بتاعتك دي على ناس لفقراء وكنائس، بس عشان تطلع من السجن. مشهورة خبيثة من الشيطان. هذا الإنسان قاعد يفكر وقاعد يصلي، يا ترى أطلع من السجن بإنكار المسيح عشان أعمل خير، ولا أفضل في السجن وأنا ماسك في المسيح ومثابت في إيماني والخير اللي عند ربنا هو اللي يقدر يوزعه بعد كده. جرد عليهم بعد تفكير، قال لهم كده مين يضمن لي الحياة بعد شهر؟ مين اللي يضمن لي؟ انتوا بتقولوا له انكر المسيح ولو لمدة شهر، مين يضمن لي الحياة بعد شهر؟ وفعلا رفض هذا الانسان ان يشحد المسيح، رفض انه ينكره عشان يطلع من السجن. ما هو في بعض الاحيان انسان ممكن يتخلى عن مسيحه من اجل مصلحة شخصية، او من اجل غرض شخصي، او من اجل انه يطلع من مشكلة او ضيقة، والسنكسار فيه كثير من هذه القصص يا احبائي. الناس انكروا المسيح من اجل اهداف عالمية، لكن
شوفوا حياة هذا الإنسان، بالرغم من أنه فضل في السجن، كان في السجن بتاعه فرحان جدا. ليه؟ شوفوا الفرح تغير إزاي. الفرح دايما يجي أنه الإنسان يطلع من السجن يأخذ الحرية، لا، هو الفرح بتاعه كان غير كده، مختلف تماما. قال إيه؟ قال أنا فرحان. ليه؟ لأني لست مستهلا، لست مستحقا أن أكون في مثل هذه الآلام زي معلمي رب المجد يسوع، لست مستحقا لاحتمال هذه الآلام من أجل المسيح. كان دايما يتذكر الأحداث اللي في الكتاب المقدس، معلمنا بطرس الرسول في السجن بتاع هيرودس، معلمنا بولس الرسول وسيلة في السجن بتاع فيلبي، معلمنا يوحنا الرسول وهو منفي في جزيرة بطمس، مع القديسين اللي كانوا في السجون، على رأسهم شهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وهو كان ملقي في السجون بتاع الدقلديانوس. قاعد يتذكر كل هذه الشخصيات الإيمانية، قال طب أنا فين من دول كلهم؟ إذا كان دول قبلوا كل هذه الآلام وقبلوا بالسجون وقبلوا بالنفي من أجل المسيح واحتفاظهم بالإيمان بالمسيح، أنا آجي فين؟ أنا اللي لسه يدوب متعمد ولسه في حياة إيمان المسيح، يعني لسه صغير في إيماني بالمسيح، لكن أتريه كان إيه؟ كان إيمان قوي، كان لتكسر ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، كان قلبه غنيان في شبعان بالمسيح. يا أحبائي تخيلوا، يا أحبائي، كان هذا الإنسان بإيمانه الثابت العظيم بعد يوم واحد من رفضه إن هو ينكر المسيح، ماذا حدث؟ مات هذا الإنسان في السجن فجأة. وكأن الرب يسوع حاب إن هو يخلصه من الآلام اللي حيعاني منها. يا قال لهم مين يضمن لي الحياة بعد شهر؟ وفعلا بعد يوم واحد هو اختار الطريق الضيق، هو اختار الباب الضيق، السجن، لكن السيد المسيح رب المجد يسوع نقلوا إلى إيه؟ نقلوا إلى مكان حلو، مكان واسع، مكان رحب لا حصر فيه، مكان يتمتع به إلى الأبد. عشان كده السؤال، يا ترى لو فكرنا مع بعض، إيه اللي كان حيحصل لو هذا الإنسان أطاع مشورة أحبائه الشيطانية، لربما مش هم وقصدهم الشر، لكن مشورة أحبائه الجاهلة نقول عليها، اللي هو لو جحد المسيح وأنكر المسيح لمدة شهر من أجل إنه هو يوزع أمواله، يا ترى كان حيحصل إيه؟ كان حيقضي باقي عمره في السجن الإيه؟ في السجن الأبدي في الهاوية، لأن من ينكر المسيح ينكره المسيح أمام أبيه وملائكته. والنتيجة كان يحصل إيه؟ الأموال نفعته بإيه؟ المركز نفعه إيه؟ الشهرة نفعته بإيه؟ الممتلكات نفعته بإيه؟ أمواله كلها تمضي في النهاية معه إلى الهلاك، لكن هو بأمواله وهو في السجن عمل ليه إيه؟ أصدقاء من إخوة الرب ومن الفقراء ومن المحتاجين، والبركات كلها اللي وزعها بقى على الكنائس وهو قاعد في السجن. الرسالة النهاردة يا أحبائي، مين يضمن حياته؟ مين يضمن ساعة انتقاله؟ الله يديكم طولة العمر ويديكم الصحة ويديكم العافية، بس خلي بالك أواخر السنة القبطية معناها إشارة إلى أواخر العالم، آخر العالم آسف، وآخر الزمان ومجيئه الثاني المبارك، أو آخر حياة الإنسان. المسيح يحفظكم في نعمته، المسيح يحفظنا جميعا في نعمته وفي إيمانه، المسيح يثبتنا بسلامه إلى التمام، زي ما بنصلي القداس ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا يا رب في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. مش هتضمن حياتك على الأرض، بس اضمن
تضمن حياتك فين في الأبدية. مسيحنا القدوس يحمينا من أي فكر في العالم يبعدنا عنه ويخلينا أن احنا لا سمح الله أن احنا ننكره، لكن قل له كده: ثبتني في إيمانك إلى النفس الأخير، ومتعني بملكوتك يا رب يسوع، لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.